كان يوم الأحد الماضي يوم رجم الشياطين، الشيطان الأكبر والشيطان المتوسط والشيطان الأصغر. لن نترك هؤلاء الحشرات وهؤلاء المتربصين بالشعب التونسي. إخوانا يلتجئون للخارج لضرب بلادهم. Des petits microbes, je crois qu'ils n'ont aucune espèce, n'est pas d'importance. وقت تسمع انت رئيس الدولة يشبه المعارضين بالحشرات والفيروسات، كي تقول حشرات، الحشرات شي عنولها؟ يلزم مواد نتاع عبادة.